والله أهنئكم بهالمشروع التبرع الخيري. اللهم لك. والله أنا يعني الوالدين لهم تبرع ما شاء الله سلتين، وكذلك بيض الله وجهك إخواني ما شاء الله، وصديقي إبراهيم العطية الله يرحمه. إبراهيم العطية متوفى الله يغفر له. الله يغفر له، الله يغفر له ويرحمه، ولوالديك وإحبابك والإخوانك وخواتهم وعيالهم، وذي فضل الله واسع. أيوه ناس واجد من أخونا وحبيبنا أبو محمد الكبيدة. عبد الرحمن لبي أبشر أبو محمد وجميع من على شاكلته، اليوم سمعت فتوى من أحد العلماء أن من يتبرع، بعض الناس يعتقد أن إذا قال عني وعن والدي أنها تقسم بينهم، يعني مثلا 250 يصير لكل واحد 50 ريال. قال الشيخ لا، أنه مثل أجره، يعني تتبرع 250 عنك وعن والديك عنك 250 وعن أمك 250 وعن والدك 250، وهذا من فضل الله الواسع وفرصة، يعني أن إنسان يتبرع بمبلغ واحد عنه وعن والديه وعن أحبابه وتوزع بنفس الأجر بنفس الثواب، وهذه فرصة عظيمة والله، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع. أحسنت أحسنت. واحد من طلاب العلم كان يتكلم يقول مثل سبحان الله ما لعن في الخمر شاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه، كذلك في الخير فضل الله أوسع وأكبر وأجل لمن يعني دعا ولمن تصدق، وانت ذكرت هالشيء. وأنا أذكر في الباب المفتوح إذا ماني بناسي فتاوى الشيخ ابن عثيمين الله يغفر له ويرحمه، كان أحد يسأله يقول هل يجوز أن يتبرع كل يوم بريال، يعني ريال وش بيجيب؟ قال يصلح والله ينفع به، الريال يا أخوي يجيب خبز، يجيب 4 خبزات، وقبل يمكن بعد كان يجيب 6 ولا إلى آخره. فالله كم؟ ما شاء الله 4 إيش؟ ما شاء الله غير إسلال الشيخ ما شاء الله. ما شاء الله. الآن وصلت 4 سلات غير أبو محمد اللي عن والديه وعن الله يغفر له ويرحمه خويه، وجزاك الخير. هذا من باب اللطف ومن باب حسن يعني العشرة مع خويك اللي انت ذكرته، وإن نقولها ندا يعني يا الناس اللي لا صديق اللي لا عزيز احرص من صادق. والمدح مو زين في وجه الشيخ، بس أبو محمد مغطينا اليوم كرمه وفضله كلنا بيض الله وجهه، لكن متى تنبسط لأجك رسالة من واحد يقول تبرعت عنك؟ جدا يعني تراها ميب سهلة.